اليوم يقع العبء على عاتق الحكومة الاتحادية والمحلية أن يتم تضمين جراح أهالي محافظة نينوى والعودة بنينوى إلى الأمام. العراق اليوم، العراق الجديد هو نظام ديمقراطي، وبالتالي علينا أن نؤمن بالعملية السياسية ومخرجات العملية السياسية سواء المحلية أو في البرلمان أو في أي مفصل آخر. وانتخابي بالإجماع لمنصب محافظ نينوى أعتقد جاء بقناعة كبيرة لدى السادة أعضاء مجلس محافظة نينوى بأن المحافظ الحالي يستطيع القيام بواجبه على الوجه الأكمل، وكذلك جلب كل ما تحتاجه المحافظة من حقوق والتزامات ودفع عجلة الإعمار إلى الأمام. وهذا بصراحة أعتبره أمانة ثقيلة في رقبتي وتحدي كبير تجاه. وتحدي كبير، خاصة لأن الوضع والكل يعرف أن نينوى هي مدينة تنوع ديني وقومي ومذهبي. ولو نتحدث اليوم عن مجلس المحافظة فيه تقريبا 10 كتل إضافة إلى الكوتات، ولكن الحمد لله لغاية اليوم هناك انسجام كبير. لغاية اليوم لغاية اليوم نعم.